السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بسيطة قوي، هي كنافة محشية بطريقة بسيطة خالص. احنا النهاردة جبنا مش كنافة اللي هي المكن، لا جبنا اللي هي اليدوي، ابو انس بيحبها وبصراحة بتبقى حلوة لما بتتشرب الكنافة كده مع اللبن، بيتحط عليها لبن كده بتبقى جميلة، فاليدوي بتبقى احلى يعني مع اللبن يعني، ومش بتاخد وقت زي المكنة يعني. اليدوي الكنافة اليدوي بتاخد وقت اكتر. فهنا بقى جبنا الصينية اهي، تحطينا فيها سمنة سايحة، وهنا بقى اهوت بفرطها، بفرط شوية كنافة وبحطهم اهوت في القعر، ورحشيها اي حشو عندك، سوداني، جوز هند، زبيب، عليه شوية سكر، اي حاجة يعني اللي موجود، ما توقفوش نفسكم على حاجة معينة. اهو بحط انا جوز هند وزبيب وعليهم شوية سكر، زي معلقة سكر بس يعني، ما حطيتش سكر يابا لان هي لسه هسقيها بالشربات بعد ما تخلص، بعد ما تتحمر يعني في الفرن وكده. اهو بحط الزبيب وجوز الهند. اهو دلوقتي بقى هنحطه، بعد ما حطينا جوز الهند والزبيب هنحطه سمنة فوق الجوز الهند والزبيب. برضو هي كنافة معروفة بتحب السمنة، كنافة من غير سمنة يبقى تنفعش. اهو هنسقيها بقى كده حلو بالسمنة، وبعد ما نسقيها بالسمنة هنبقى نحط بقى الطبقة اللي من فوق يعني. هنا بقى وانا بحط الطبقة اللي من فوق، اهم حاجة وانا بحطها اضغط كده، ابقى احط ايديا واقعد اضغط كده من فوق، اكبسها يعني بحيث ان هي تبقى متماسكة كده، لما تيجي ما تبقاش متفرفطة من بعضها كده. اهو شفتوا ازاي، اهو نقعد نضغط عليها كده. هي دلوقتي بقى حط عليها برضو من فوق شوية سمنة، هي لازم برضو اشربها سمنة من فوق كده برضو عشان تبقى لونها دهبي. كل ما تحط لها سمنة كل ما هتبقى احلى. هنا خلاص هي بقى جاهزة، هحطها في الفرن وابقى اوريها لكم لما تخلص. هنا هي طلعت من الفرن، بصوا شكلها عامل ازاي، جميلة ازاي ومتحمرة وحلوة. هنا بقى سبتها تستهدى كده 10 دقايق ولا حاجة، وبحط بنزل عليها بالشربات البارد، اهو زي ما انتوا شايفين كده الشربات تقيل وبارد، انا كنت عاملاه من قبل كده وحطوه عندي في التلاجة اهوت. بس وهسيبها بقى حبة تشرب الشربات بتاعها، بعد كده تتقطع بقى وتتاكل، وتحط بقى عليها لبن لو حابين تاكلوها باللبن وبالهنا والشفا.